سيادة النائب يعني معايا خبر قبل ما ارجع لسيادتك، بيقول ان هيئة السكة الحديد عملت تكذيب بشأن ما تداوله جماعة الإخوان الإرهابية بشأن نشوب حريق في إحدى قطارات السكك الحديدية في المنيا، وده الخبر نزلوا بيه من شوية. خلينا نتكلم على فكرة، يعني بنقول الخبر لكن طبعا عايزين ندخل منه على فكرة الإشاعات. دايما جماعة الإخوان بتثير إشاعات وتنشر إشاعات وبتعتمد على صور. في الخبر ده جايبة برضو صورة حريق عشان تعمل بلبلة في قطاع معين. إزاي نقدر نفرز ونميز بين الكلام ده، الإشاعة والحقيقة؟ دي مشكلة بتواجه مش مصر بس، تواجه معظم دول الشرق الأوسط أو الدول النامية. استخدام السوشيال ميديا عن طريق تنظيمات وجماعات إرهابية ضعفت في الفترة الأخيرة، الضعف ده بيؤدي إلى الكذب، تكذب يعني تدعي غير الحقيقة، يعني تروج لفكرة خاطئة ملهاش أساس من الصحة. دايما يرتبط الكذب والإشاعة بالضعف، قوي مش محتاج يكذب، بيقول الحقيقة على طول. عشان كده تلاقي ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسساتها بقت قوية، مفيش تزوير في مجلس النواب، مفيش تزوير في انتخابات الرئاسة، كله عنده إرياحية، عنده مصدر من الدعم والقوة، وبالتالي مش محتاج يكذب. كمان الحكومة لما حصلت على ثقة مجلس النواب بناء على خطة واضحة لغاية 2022 وفي إطار خطة التنمية المستدامة 2030، هي كمان عندها باور، عندها دفعة من القيادة السياسية، عندها دعم من مجلس النواب مع الرقابة علشان يتم ضبط الأمور. فتعمل مركز لدعم اتخاذ القرار، جزء من مهامه ده كان موجود قبل كده بس يضيف جزء من مهامه رصد الشائعات والرد عليها. فتلاقي ان الحكومة المصرية تقريبا كل يوم اربعة بعد اجتماع مجلس الوزراء تقول لك حصل عدد كذا اشاعة، الرد على الاشاعة الفلانية كذا، لا صحة كذا، صحة كذا، حقيقة كذا كذا، يتم الرد بكل وضوح بكل شفافية. الرئيس نفسه حتى لما قالوا عملوا فيلم او اشاعة على ان بيحصل كذا وبيحصل كذا، ده بيبنوا قصر ولا بيبنوا قصور، تلاحظ ان الرئيس ما قالش ان ما بيتبنيش قصر رئاسة. ايوه فعلا بيتبني قصر رئاسة في العاصمة الادارية، رئيس في ظهره شعب مصر، ده يكذب. اللي بيكذب هو الضعيف. تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يعتمد على إحداث القلائقل، على إضعاف الهمم، على إحباط المصريين، على قتل فرحتهم بأي إنجاز. بإيه؟ بالإشاعة، لأن هو ما يملكش يعمل حاجة غير الإشاعة. هتقولي لا يملك، ما هو بيقتلوا، ما هو بيفجروا كمين، ما بيعملوا حاجة. أقول لك من الطبيعي ممكن طفل صغير يمسك طوبة ويحدفها على عربية نقل، يحدفها على عربية نقل، ممكن الطوبة تخربش العربية النقل، لكن العربية النقل مش هتقف، هتستمر. فلما يجوا على قطاع مهم زي قطاع النقل وبيقودوا وزير نجح في كل المهام التي أسندت إليه، سواء كان على رأس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة أو الطفرة التي أحدثها بانضباطه وقيادته لوزارة النقل، أعتقد الجميع يشهد بالطفرة اللي حصلت في قطاع النقل في مصر طبعا. فترة وجيزة جدا. فأجي أستهدفه بإيه؟ بإشاعة. وهو صعب أن أنت تجيب صور لأي حادثة قطر قديمة، طب بلاش كده. وهو ما بيحصلش حوادث قطارات في أوروبا وفي أمريكا كمان، ما بيحصل، بس هو دلوقتي مستهدف ايه؟ او يستغل وجود اي حاجة ويحولها الحريق، عايز بالظبط
هو عاوز يصبط يعني. كان ممكن يكون خبر المنيا ده هو عباره عن حريق لبعض المخلفات مثلا، هو خدها وقال ان في قطار بيتحرق وان في خلل في منظومه السكه الحديد في المحافظه عشان يخلي ناس تخاف تركب القطر او تلغي الحجز او 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 يعمل حاله من البلبله زي بالظبط ما قلت لسيادتك لما جه يوم الجمعه راح معطل لك عربيتين على منزل كوبري اكتوبر، فالعربيات كلها تقف طابور في ايه؟ في ايه؟ الحق ده التحرير فيه كذا، مع الصور اللي بتبثها قناه الجزيره، فالناس تبدا تسال في ايه؟ ويتخيلوا ان في حد مش هيقول لهم الحقيقه، لا، الدوله المصريه قويه، هيئه الاستعلامات بتطلع بيانات دوريه واضحه وصريحه عن كل ما يدور وشفافيه واضحه، واعتقد ان البيان الاخير كان واضح بان هيئه الاستعلامات المصريه على استعداد للتعاون مع كافه اجهزه الاعلام الاجنبيه والدوليه والعربيه شرط احترام معايير التغطيه الاعلاميه، المعايير الدوليه يعني في التغطيات الاعلاميه، مش التزوير والكذب وبس الاشاعات من بعض القنوات. زي بالظبط بيفكروني بالنكته اللي الواحد بيسمعها من ساعه ثوره 30 يونيو، يقول لك يوم الجمعه العصر مرسي راجع القصر، يوم الاربعاء العصر مرسي راجع القصر، يوم مش عارف ايه العصر مرسي راجع القصر. كانت خرافات يعني، ويفضلوا يكذبوا ويكذبوا ويكذبوا لغايه لما بيصدقوا الكذبه بتاعتهم. يعني 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 الشخص الضعيف يفضل يكذب لغايه لما يصدق، ممكن يصدق نفسه. فاكر يعني، انا هخليك تضحك في الجو اللي احنا فيه ده، فاكر الفيلم بتاع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس بيقولوا انا مش قصير قزعر يصدق، ممكن يصدق يعني، بيعمل لنفسه هاله ويصدق. يطلع واحد شارب مخدرات ويقول لك ايه، ما نفتح الحدود مع ليبيا وغزه، يا عم خليك اتكلم في الحاجه اللي انت فاهمها، يعني اتكلم في اللي انت فاهمه، انت ماشي حتى لو شغال مع جهاز مخابرات، يعني انت عميل. يعني انت متخيل ان انت تقدر تأثر في إرادة المصريين اللي خلعوا تنظيم الإخوان المسلمين بعد سنة وكانوا بيقولوا هيحكمونا 500 سنة؟ محدش كان يتخيل. يعني انت متخيل ان انت ما تطلع تعمل فيديو وانت بتحشش او بترقص مع بنت ولا حاجة وتقول يا مصريين شيلوا السيسي اصل بيبني قصر، متخيل ان المصريين سذج؟ المصريين اذكياء جدا. المصريين شافوا كنايسهم بتتحرق، طلع البطريرك بتاعهم قال وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن. هما دول المصريين، المصريين اللي شافوا كنائسهم بتتحرق. سيادتك لسه قايل خبر 62 كنيسه تم تقنينهم، وصل اجمالي العدد كم من الكنائس المقننه؟ 1000 وشويه، 1100 حاجه و70. وانا تجرأت وقلت على الهوى اني على ايدي هناك كنائس تم بنائها والانتهاء منها ولسه ترخيصها ما خلصش. اذا الدوله داعمه لفكره المواطنه، لاول مره ياتي رئيس جمهوريه يزور الكاتدرائيه لتقديم التهنئه للمسيحيين المصريين سنويا في عيد الميلاد. اعتقد ده ما حصلش قبل كده. لا طبعا. لاول مره في تاريخ مصر يكون في 38 برلماني مسيحي. طبعا انا لا اصنف البرلمانيين لانهم بينوبوا على الشعب المصري كله، لكن هذه حقيقه. والكوتا بتاعت المراه، اول مره يبقى في مجلس النواب او البرلمان 89 مراه. شباب، في شباب، في علماء داخل مجلس النواب، ولسه كمان مجلس الشيوخ سياتي بقامات واصحاب مهارات وخبرات ذوي الهمم يعني. طبعا هو في من اصحاب القدرات الخاصه وناس موجودين جوه المجلس، بيعبر عن كل الطفل المصري وبانتخابات نزيهه. كل ده ما كانش موجود، وبالتالي هيحاربوك ازاي؟ هو مش قادر يجاريك، انت كل يوم عمال تجري بتحقق نجاح، كل يوم تجري تفتح مشروع، بتحارب
في صناعة الثروة السمكية، في المليون ونص فدان، محاور تنمية. يا راجل ده انت في طريق اسمه محور 30 يونيو بيربط بين مدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر في شرق مصر، ياخد طريق الجلالة بطريق السخنة بمحور رود الفرج لغاية طريق الضبعة لغاية لما يوصلك مرسى مطروح في شمال غرب مصر، من أقصى الشرق لأقصى الغرب. مش طرق، محاور تنمية، محاور تنمية. كل طريق بيتعمل عليه نقاط شرطة، بنزينة، سوبر ماركت، مكان للإسعاف أو الصحة. كل الأماكن دي بتشغل عدد من العاملين ورديات على مدار الـ 24 ساعة، بتفتح كام بيت. محاور تنمية، ده انا خدت اضعف نقطة. لا، في حاجة تاني، في حاجة اسمها الظهير، عشان كده بنقول محاور تنمية. الطريق ده كله على الجنبين هيبقى اما مدن جديدة او كومباوندات، سميها زي ما تسميها، بلاش ولا مدن ولا كومباوندات، مزارع. يبقى انت نقلت الشعب المصري من وادي النيل الضيق الى الوادي الايه الفسيح، زي ما درسناها في ابتدائي. اول واحد نظر الى خريطة مصر طبوغرافيا، يعني السكان مع الجغرافيا، طبيعة، تطويع الطبيعة. بيتحرك الشعب المصري كده. احنا لما نقول العاصمة الإدارية في كيلو تقريبا 30 أو حاجة 35 طريق مصر السويس تقريبا أو حاجة زي كده، وتشوف امتدادها، وبعديها محطة سيمنز على طريق القطامية، وتلاقي في وسطها كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم وقصر الرئاسة اللي هتستقبل فيه ضيوف مصر ومطار، ومطار مبنى برلمان مصر بغرفتيه نواب وشيوخ، ومقر مجلس الوزراء المصري، ومقر الوزارات المصرية، دواوين الوزارات المصرية ومصالحها، وحي للسفارات الأجنبية، ومقر للجامعات العالمية. في قلب الصحراء، يعني كنت تبقى ماشي تنور نور العربية وتخاف نور العربية يطفي. دلوقتي تمشي من قلب القاهرة للعاصمة في حالة عمران، معنى كده ان بعد كام سنة هتمشي من العاصمة لغاية محافظة السويس وانت في عمران، مش هتشوف حتة ضلمة. ده انت يوم ما تشوف حتة ضلمة هيبقى فيها بنزينة أو نقطة شرطة. عمران يعني أمن، يعني حياة، يعني استقرار. صحيح. الناس دول مش فاهمين إن المصريين مش هينسوا إن الإخوان عملوه، وقطع ودن واحد يزور خالته، وقطع رجل واحد لغاية يموت. طبعا لا تنسى سيادتك يعني، ولكن إحنا دائما يعني أنا بفكر نفسي بننسى خطوات التنمية اللي بنقوم بيها يعني، لكن عينينا دايما زي ما سيادتك بتقول يعني منين ما بننشأ نمشي نلاقي يعني حاجة تدعو للفخر، حاجة مشرفة أمام العالم كله. خليني أنقل مع سيادتك لنقطة